الخير، عاملين ايه؟ من ضمن الحاجات اللي انا قابلتها وبصراحه ما كنتش عارف يعني ايه معناها، يعني ايه روماتيزم؟ الروماتيزم دي بالمناسبه انا جالي زي وجع في الريست، يعني الريست ده اللي هو العضله دي اللي هي بتبقى زي اللي هو المعصم، يعني اللي هو بتقابلني وانا بلعب حديد، كانت بيجي لي وجع وكهرباء جامده قوي. فلما رحت سالت الدكتور قال لي ريح بقى شويه وخد مرهم مضاد للروماتيزم ومسكن الالام. من ضمن المرهم ده فلقيت الروماتيزم، فانا مش فاهم يعني ايه. فلما دخلت على النت لقيت ان الروماتيزم ده بيجي نتيجه التهاب في المفاصل والاربطه اللي هي في العضلات، حاجه اسمها نسيج الضام وحاجات زي كده، بس دي بتيجي نتيجه التهابات الاعصاب والاربطه اللي في الدراع. وبتيجي كمان في الاغلبيه بتبقى في الدراعات والرجلين، وطبعا بقى بيبقى فيها تشوهات وفيها زي مضاعفات وكده. فالروماتيزم ده بيبقى التهاب في الاعصاب والاربطه بتاعت العضلات اللي هنا.